متفق في حكاية ان يبقى في وقت وفي للأسرة يوم، طبعا. بس هعترض برضو على حاجة تانية، لان معلش اتفضل. انا عشان شغلتي شوية بتخليني طول الوقت ابقى في مواجهة مع مصدقات ومسلمات، في الأزمات لا مسلمات عند الناس، ببقى مضطر انها تتعدل. حكاية التلاحم جزء في التطور الحضاري، ان اللحمة بتاعت القبيلة تتفك لصالح المجتمع، والا نتنينا مجتمع قبلي. على فكره المجتمع القبلي التلاحم فيه خرافي، تقللوا شويه يبقى مجتمع الجيره والناس الملزقين في بعض دول يبقى عندهم التلاحم خرافي، له مزايا وله عيوب. جزء من مزاياه الامان، ان الناس ملزقين في بعض كده وحاسين بالامان. جزء في عيوبه انه لا يسمح بالتطور بتاع الفرد، يصيبه باضطرابات شديده جدا. ليه؟ لأنه طول الوقت لازم يبقى في مظلة الأمان بتاعة القبيلة. دلوقتي وصلت في مصر إن الإصرار على اللحمة بتاعة الأسرة والحماية، فرط الحماية بتاع جوه الأسرة، إن الشاب من دول بيطلع بره البيت يجيله رعب من شكل المواصلات. صحيح. لو كملت بقى في الطريقة ديت هتعرف إن جزء من التطور الطبيعي لأي بني آدم على فكرة، وده تاريخيًا. معلش أنا هقول للأستاذة ان اجدادنا كان الراجل بيسافر في التجاره بتاعته يقعد له 4 اشهر ويرجع لي، ما كانش بيقعد مع عياله. منظومه القيم تنتقل بالجهد ولا تنتقل بالاعاد والاحتكاك. ممكن هو بيشوف والده بيتحرك ويقبل، تقبل عمليه التطور. البديل الثاني بتاع الالتصاق دوت انه يحافظ على الناس كلها بيبيهات، وراجل كبير عمال يكبر في بيبيهات حواليه. في مرحله حضرتك بتشاوري عليها، ودي تقريبا اللي انا عارف ان الكتير بيتكلموا فيها، مراهقة في الخمسينات والستينات في مصر، في وقت تحولت فيه الدولة الى راعي للقبيلة، اللي هو كله يدخل المدرسة، كله يبقى موظف حكومة، كله يستعنى الشهرية اخر الشهر، كله يقف في طابور الجمعية عشان يجيب الفرخة والصابونة وكيلو السكر. بقى كفيل، الدولة بقت كفيل ما هي بقت الراعي بتاع القبيلة. دي عملت ايه في الشعب كله؟ علمته التواكل. لا دي جابته ارضا، موتته، جابته ارضا. ده حقيقي. خدي بالك القبائل حتى اللي فيها لحمه شديده اللي بينجح فيها المنطلق، اللي بيروح منفصل عن القبيله المنطلق في الاساطير حتى وفي الادب طبعا، هتلاقي فكره عوده الابن، ان الابن لازم يجي عليه وقت ينفصل عشان يكبر ويرجع لهم تاني. والسفر اجمل اشياء، والسفر انه يروح ويجي، انه يروح يعيش خبره ويركب بره الحمايه اللي هو عايش جواها دي. بالظبط. المجتمعات القبليه اللي فيها التلاحم ده واللحمه الغريبه ديت اكتر مجتمعات تلاقي فيها انواع من الاضطرابات النفسيه. انا كنت بستغرب من عددها، وسهل الاختراق، وسهل الاختراق لانه هو لوحده ما يقدرش ما يقدر. طب التغيرات الاجتماعيه والسياسيه اللي حصلت مؤخرا، هاجي لحضرتك دكتور عطيات، بالتاكيد لك حق التعقيب، يعني مع او ضد استاذ احمد؟ وعايز اسالك كمان سؤال، يعني سؤالي ذو شقين. التغيرات الاجتماعيه والسياسيه اللي مصر عانت منها الفتره الاخيره، الخمس سنين الاخيره وربما العشر حتى وما قبل، والدراما هنا، هي بتؤرخ لواقع ولا ممكن تسهم في تغيير اخلاقيات الناس بالسلب او بالايجاب؟ برضه انا هعلق على حاجه قبل ما اجاوب. مش كل الاسر كان في ميعاد غدا وميعاد فطار وكل بس كتير منها سنة. يعني انا شخصيا اتربيت كده، يعني الساعه 3 الوالد يجي من الشغل بالظبط، في مستوى من الساعه الغدا جاء، في مستوى من الناس ما كانش كده، في مستوى من الناس ما كانش كده خالص، وبرده طلع منهم ناس كويسه جدا ومحترمه جدا، وفي ناس اتعلموا في الارياف وابوك طول النهار في الغيب ويروح السوق بعد كده عشان يبيع، وما بيجيش غير الفجر، ومع ذلك بيجي بيطلع ابن يعني متميز جدا. بالنسبه بقى للتغيرات السياسيه بقى اللي حصلت في البلد والدراما واساسها بقى في الحاجات دي، او التغيرات السياسيه ما بتغيرش الشخص او تاثر فيه اذا كان عنده مفاهيم واضحه جدا. وزي ما الدكتور قال ان البني ادم المنغلق على نفسه اللي احنا قعدنا نقول له مجموعه من المفاهيم الطويله قوي طول سنين كبيره بقى سهل اختراقه. حصل ايه؟ حصل ان بقى ما عندكش القدره على المغامره. ما عندكش استعداد على الانطلاق.
انت طول الوقت بتسمع اتمرمغ في الحكومه التراب الميري او خطي امشي انا امشي سنه وما تخطيش انا جميل قوي انك تمشي جنب الحيطه ما تعديش الشارع لحسن يحصل لك كذا لو مثلا انا ماسك ايد ابني والعربيه سريعه ولا حاجه لو هو فلفص مني انا اضربه المفروض انا اللي باخد بالي منه لا انا بحمله الخطا فاصبح هو عنده خوف من لو انا ماسك طبق وكسر مني اصبحت المشكله مش مشكله عادي اقدر ولطف لو كسر منه بقت مشكله انت مش عارف تمسكه ازاي وبقيت انا اقول له انت غلطان فاصبح عنده يعني هاجس انه مخطئ على طول ففي ناس بقى في الفتره اللي فاتت دي انطلقت يعني عايزه تخرج بره الحدود دي أصعب مشكلة بنواجهها هي فكرة إن أنا يبقى عندي فكر متحجر وما عنديش استقبال للآخر وما عنديش استعداد إن أنا أشوف الفكر ده فكر مناسب ولا لأ وهل أنا أقدر أطور أفكاري ولا لأ لا إحنا مش المجتمع المنغلق اللي ما عندوش استعداد لتقبل الآخر أنت كمان بقى ما تلومش نفسك لو حد ما تقبلكش ما هي الأمور بتبقى تبادلية حاجة جداً مهمة جدا قالها الدكتور برضو الانطلاق والقدرة على إيجاد ده الحديث صحيح حتى كده يعني سبع وسبع وسبع ثم اتركوا له الحبل على الغارب يعني أنا لما ببقى عايز أتعرف على العالم بروح لشخصية عندها تجارب وقدرة على الفعل ما بروحش على شخصية مستكينة وقاعدة بتاخد مرتبها بشكل وبتقف في الطابور هاخد منه ايه خبرته اللي خدها انا وانا ممكن اروح لبحار سافر العالم كله لطيار لشخص عنده تجارب وتنقل من مكان لمكان عشان اعرف ايه هو الخبره اللي أنا اعرف ازاي اخد منه مجموعه من الخبرات انا استفيد بيها بالنسبه للدراما الدراما بتعكس ولا بتقود وبتتسبب في تغيير سلوك هو دلوقتي بص في بيبقى انت عندك استعداد لتقبل الشيء السيء او الخطا ده بيبقى عندك انت الاول وبعدين بتبقى احنا مثلا عملنا مسلسل او عملنا فيلم سيء او كويس انت بتتقبله نتيجه اللي انت عايزه فلو شيء سيء قوي انت بتتقبله وبتمشي وراه وبيبقى نموذج بالنسبه لك في ناس تانية بيبقى النموذج ده غير مقبول تماما وبيقفل التلفزيون ما تفرجش عليه السيء بالنسبه لنا ان احنا نعمل النوعيه دي من الدراما يعني المفروض ان الصناع ما يعملوش النوعيه دي لان احنا المفروض بنقدم الجميل يعني المفروض ان انا زي ما الدكتور بيقول الاثاره واللي هيبيع ويجيب له اعلانات ده شيء طبيعي جدا احنا ما فيش احنا اصلحنا الدراما في الاول وفي الاخر هي صناعه تمام فانا اذا كنت هعمل صناعه فانا لازم المنتج اللي صرف فلوس ترجع له فلوسه صحيح. بس مش شرط ان انا ترجع له فلوسه بشكل سيء بدليل ان في اعمال جيده جدا بتعود عليه بربح كويس